كابتن جمال غندور، اهلا بيك. مساء الخير مهيب، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك الكرام. اهلا بيك يا مهيب. مش عارف اقول لك ايه، يا رب تكون سمعتني. والله مهيب، احنا بص انا دايما بقول لك انه الحلال بين والحرام بين. ودايما بنتكلم عن الصوره، ما نغلطش نفسنا. ايوه احنا يمكن قعدنا انا وانت جبنا الصوره او ما كان عندنا من غير ما يكون عندنا صوره، لكن قعدنا اتكلمنا في التفاصيل والاجراءات 1 2 3 4. وطبعا انا يعني انا لما عملنا مقارنه بين حالتين متشابهتين، هنا الدنيا مشيت بشكل طبيعي وهنا الدنيا كانت بالنسبة لنا مبهمة مش مفهومة، يعني كنا محتارين. يعني احنا قلنا الترتيب دايما في القانون لما بتعدل بالنسبة للحكام بيتعدل لأسباب تطوير الكرة، من أسباب تطوير الكرة هو القضاء على بعض المشاكل فورا وفي وقتها اللي بتحصل عقب انتهاء المباراة، عشان ما نفتحش الباب للغط. يعني بمعنى انه اللاعب طول يعني طوال المباراه انت عارف في لعيبه ممكن تعترض وتحتاج، وممكن الاعتراض والاحتجاج بتاعها ده الحكم يصنفه على انه شيء طبيعي وشيء عادي، ممكن بعض الاحتجاجات والكلام ممكن يوصل لدرجه التحذير ثم ينتقل الى الانذار ثم ينتقل الى الطرد. كل هذه الامور بتحسم المواقف. طيب حضرتك اللي قلته امبارح حصل النهارده يا كابتن جمال. ما هو احنا متعودين دايما يا مهيب ان احنا ما بنقولش غير الحاجه المنطقيه والحاجه اللي بتستند الى قوانين، احنا ما بنجيبش كلام من عندنا. يعني ما بنجتهدش، احنا عندنا خبرات كبيره جدا في مجالنا. ايوه عندنا منطقيه في كلامنا. ما عندناش حسابات، ما عندناش حسابات وحط تحت دي بيتخط، احنا ما عندناش حسابات. ايوه مع اي طرف مفيش حسابات. طب رايك هو رايك في تخفيض العقوبه على محمد الشناوي لمباراه واحده مع تغليظ العقوبه الماليه ل 50,000 جنيه، رايك فيها ايه؟ والله مهيب انا الحاجات دي على فكره بتحصل كتير على مدار السنوات اللي فاتت، وشوف قرارات بتطلع وبيحصل عليها استئناف ويتم دراستها بقى بهدوء وبيتم دراستها وبيديها وقتها وبعدين بتتغير القرارات. يعني اعتقد الامور دي ما هياش جديده، يعني الامور دي بتحصل كتير. يعني عادي عادي وده صح يعني منطقيه؟ لا هو مش صح طبعا. انت قلت كلمتين دلوقتي مهمين جدا، قلت ان احنا لو ادينا كل حاجه وقتها ومفيش مشكله خالص لما لاعب يلعب وبعد كده يتوقف عادي، لما يجي ميعاد إصدار العقوبة تنفذ من وقت إصدارها. وليه أنا